صباح النور، اعطوني محمد بالشاشه يا شباب. تفضل يا محمد. اصب عليك بالخير. طالع بالكاميرا اللي امامك لا انت. ابغى اشوفك عشان اقدر اتكلم. اسلم. اصب عليك بالخير واصب على ياسر وهاني وعلى ضيفنا العزيز. الله يصبك بالنور، تفضل. اول شيء بالنسبه لموضوع ياسر في المطبخ، انا اشكرك صراحه انك تكلمت عني بالنسبه عن طريقه الظلم عنا حنا ومنصور. انا كنت بتكلم عنا وعن سالفه امس برضه. جميل. لانه هذا مو من العدل. وانا اشكرك انك تكلمت عن هذا الموضوع. الله يسعدك. اما بالنسبه لموضوعي مع الشباب يوم تكلمت معاهم على اساس التقييم والتقييم، هذا كان عتاب اخوي، والعتاب الاخوي هذا انا حبيت انه يكون على الهواء. كان بامكاني اخذهم ورا الهواء واتكلم واكلمهم واقول لهم نفس الكلام هذا. جميل. لكن انا ابغى اعرف المشاهد يعرف حنا وش حنا عليه. غير كذا، غير هذا الكلام، هدفنا في البرنامج قبل المنافسه على قولتك كسب الاخوه. جميل. من اول ما بدينا حنا نبغى نكسب اخوه بعض، وهذه من الاخوه. غير كذا، قانون فقره الغداء او القواعد اللي قاعدين نمشي عليها يعني يكفي انها تسلخ الظهر. هل هي موضحه لكم من قبل ابو علي يا محمد؟ التقييم، بنود التقييم اللي 50% خاصة في أبو علي، ما هي موضحة. هي واضحة أنه يتكلم عن النظافة ويتكلم عن كل شيء، لكن كل شيء كم نسبة؟ لا يعني ذكر لكم أنه النظافة وزي كذا عدد أكثر من نقطة، يعني البنود واضحة لكن معيار البند غير واضح. ايوه، مع ايوه يعني المعيار تعرف برضه. النظافة لكن ما تعرف النظافة كم قيمتها. حلو، تمام. ايوه هذا. طيب جميل، هذا شيء نبغاه من أبو علي. اي هذا المقصد. طيب لما يقول لك طبختك مثلا داوود باشا مدري كابولي، تعرف ايش الطبخ دي؟ بالضبط، هذه داوود باشا. انا قلت بجيب. عطني الكاميرا، وجهك في الكاميرا تكفى. انتم مشكلتكم داوود باشا ولا مشكلتكم الاكله نفسها؟ يا حبيبي كلها مشكلتنا في المنيو هذا اللي يجيبه لي. انا لما يقول لي داوود باشا انا قلت انه بيجيب لي واحد من عياله اذبحه واطبخه. لا انا ما ابغى كذا، انا ابغى وجبه انا اسويها بنفسي بمجهودي، اتعب عليها. إيه بس واطلع لك. بس لو قال لك مثلا اطبخ لي اندومي، تعرف تطبخ اندومي ما عندك مشكله، لكن لما يجيب لك كبسه وطبخه ما تعرفها، ما تبغى منه منيو ولا هو يعلمك ولا كيف؟ هذه المشكله. انه يقدم لي المنيو، يجيب لي المكونات بس ما يعلمني لا الطريقه ولا يعلمني وش استخدم كميه المقادير. انت على الهواء شو تسوي؟ من باب انك نفسك الطباخ البطل تروح تخبص. ايوه. دقيقه بس هيك سؤال. حبيبي ياسر معك محمد. اول شيء صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. مساله نقاشكم اللي حصل امس ده ما طلع على الهواء، من حقنا احنا نناقشه. هو تقول لي انه مثلا نطلع خلف الهواء، هذا امر يرجع لكم انتم في الاول والاخير. حلو. لكن انا تكلمت عن رايي. الشباب من حقهم حق كامل جدا، ولا من حقك انك تعاتب انهم يصوتون باللي هم يبغونه. صحيح. هو في الاول والاخير انا ما قلت لاحد سو كذا او سو كذا، انا عاتبتهم عتاب اخوي عني وعن الشباب الباقيين. ما ادري انا ما جبت احد على شيء. خلاص يا شهراني سم، انت عاتبت الشباب على الهواء عتاب اخوي، وياسر قال وجهه نظره بشكل اخوي، ليش ذنب؟ طيب اوكي تمام. ارجع للنقطه. طيب اللي بقولها، معلش حبه حبه خليك معايا يا محمد ممكن؟ تمام. اللي امس اعطاهم خيارين اللي هي كابلي لحم وداود باشا. حلو. جميل؟ ايه. اليوم انتم اعطاكم منيو صح؟ اعطانا نفس اي قبل امس. لا قبل امس هو معطينا المنيو. قبل خيرنا أمس. ايه خيرنا بين الكابلي والطاجن، طاجن اللحم. جميل. والزربيان. الشيء الوحيد اللي عرفنا اسمه انه في رز زربيان. جميل. لكن ارجع واقول لك الان اليوم تمام. هل هو مثلا اكثر من كم اكله اليوم؟ كم ايش؟ كم اكله اعطاكم خيار؟ خيارين بس. برضو اليوم خيارين؟ هي نفسها اللي هو ما ياخذ من الخيارات بنفس اليوم. طيب معلش اوكي جميل معلش. السؤال اللي بعده، المتصل متى يبدا يساعدكم؟ متى ايش؟ متى يبدا يساعدكم المتصل؟ اذا جاء اتصال اتوقع انه من بدايه الحلقه او بعد بدايه الحلقه بشوي. وش يقول لكم بالضبط المتصل؟ المتصلين دقوا اليوم وما قصروا، اعطونا كل شيء، لكن اللي طبخناه اصلا اليوم ما طبخنا زربيان، طبخنا كبسه من روسنا. لأنه ما نعرف الزربيان. طيب ايش فايده المتصل بهالحاله؟ محمد الشاشه امامك للمره الخامسه. ما اسمعك زين. الكاميرا اللي قدامك. ناظرنا. اي طيب. الله يرحم والديك ناظرنا. قاعد انا. طيب انت تقول انك طبختوا كبسه من روسكم، طيب ايش فايده المتصل؟ ايش فادكم المتصل؟ تقول فادنا ما قصر. المتصلين ما قصروا، اعطونا مكونات الزربيان، المقادير، الطريقه،
بس برضو انا ما راح اعرف طبخه ما راح اعرفها ما راح اطبخها من اول مره. ياسر اصلا لو ما في متصل ما كان طبخ شيء زين طبخ كبسه وجهوه للكبسه. هذا اللي انا اساله انا اقول لك الان دام اعطى خيارين طيب ارجع واسال من جديد عشان اوضح الامور كامله للجمهور قبل ما يبدا قبل سالفه منصور القرني وسالفتكم اسلم. هل كان الخيار مفتوح للشباب؟ ايوه بالضبط هذا انا ليش اقول لك نبغى العدل انه الشباب كلهم اللي قبلنا كان مفتوح الخيار لهم يطبخون الطبخه اللي يبغون والحل اللي يبغون والشيء اللي هم يبغونه. جميل بيض الله. الله يعطيك العافيه يا محمد. عندك شيء تقوله بالاخير؟ سلامتكم يا حبيبي. قواك الله يا بعد راسي. وياك يا حبيبي الله يعطيك العافيه.